السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي. زي ما تعودنا مع بعض في الفصل الدراسي الأول كنا بنتكلم عن الحروف بتاعة حروف الهجاء، وتعلمنا مع بعض إيه هي حروف الهجاء، كل حرف بقدر أكتبه إزاي، بقراه إزاي، إيه هي أصوات الحرف دوت، وتعلمت إزاي أقدر أقرأ وأكتب كويس. في الفصل الدراسي التاني احنا عندنا مع بعض شوية دروس عبارة عن قصص، حاجات جميلة هنتعلم منها أخلاق وقيم ومعلومات جديدة، وهنعرف حاجات حلوة قوي. تعالوا مع بعض النهاردة نشوف أول درس. أول درس عندنا النهاردة اسمه المغامر سالم. تعالوا نسمع مع بعض الدرس الأول وبعدين نتكلم عنه. المغامر سالم. يسافر المغامر سالم إلى بلاد العالم الواسع. يقابل سالم الناس بوجه باسم ويأكل طعاما مختلفا في كل بلد. في الهند أكل سالم الطعام الحار، أما في فرنسا فأكل خبزا وزبدا. في لبنان أكل حمصا وزيتا. يحب سالم أن يسافر ويتعرف أكلات البلاد. تعالى بقى كده مع بعض، احنا اتعلمنا سمعنا درس المغامر سالم، تعالى نسمعه مرة تانية ونعرف كل جملة في الدرس ايه هي بالظبط اللي عايز يقوله لنا منها. اسم الدرس بتاعي المغامر سالم. اسم الدرس بتاعي مرة تانية المغامر سالم، يعني معنى كده ان الدرس بتاعنا بطل الحكاية بتاعتنا اسمه سالم، وسالم ده مغامر. يعني ايه مغامر؟ مغامر ده شخص بيحب السفر، بيحب الاكتشاف، بيحب يتعلم حاجات جديدة. احنا بقى هنتعرف على المغامر سالم ده النهاردة. اول حاجة عندي في الدرس قال لي ايه؟ احنا لو احنا سمعنا الدرس كويس، يسافر المغامر سالم إلى بلاد العالم الواسع. يسافر المغامر سالم إلى بلاد العالم الواسع. يقابل سالم الناس بوجه باسم ويأكل طعاما مختلفا في كل بلد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيكلمني عن المغامر سالم دوت، بيقول لي ان هو بيحب السفر، بيسافر الى بلاد العالم الواسع. الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي عالم مليان بلاد كتير قوي، مش البلد اللي احنا عايشين فيها بس، في بلاد كتير قوي غير البلد اللي احنا بنعيش فيها. فالمغامر سالم ده كان بيلف في كل بلاد العالم الواسع. وسالم بقى كان شخصية جميلة قوي، لما كان بيقابل ناس جديدة بيتعرف على ناس جديدة في البلاد دي، كان بيقابلهم ازاي؟ بوجه باسم، يعني كان بيضحك في وشهم. انا كمان لما اروح المدرسة الصبح واقابل اصحابي، اقابل مدرسيني، لازم طبعا ابتسم في وشهم، ما ينفعش اني اقابل الناس واكشر في وشهم او اتعامل معهم بطريقة مش حلوة. فسالم بيعلمنا خلق جميل جدا، ان انا لما اقابل الناس ابتسم في وشهم. ويأكل طعاما مختلفا في كل بلد. سالم بقى كان عنده هواية جميلة جدا، يحب كل بلد يزورها يدوق الأكل بتاعها اللي هي بتشتهر بيه. يعني كل بلد دايما يا ولاد بتكون عندها أكلة بتشتهر بيها ويحبوا يأكلوها. احنا مثلا في مصر عندنا حاجة اسمها الكشري، مش كل البلاد عندهم، ما فيش بلد تانية فيها الأكلة دي، كل بلد فيها أكلة بتتميز بيها. تعال نشوف سالم راح فين وأكل ايه. قال لي بقى في الهند أكل سالم الطعام الحار. تعالى نشوف مع بعض يعني ايه الطعام الحار. قال لي بقى ان في الهند سالم لقى ان الناس اللي في الهند بيشتهر اكلهم بانه بيبقى حار، حراق جدا، بيبقى بياكلوا الاكل الحامي، هما بيحبوا الاكل الحامي وبيحطوا في الاكلات بتاعتهم توابل كتيرة جدا. علشان كده لما في حد بيحب يستورد يعني احسن انواع التوابل بيسافر يجيبها من الهند، علشان في الهند بيعملوا توابل جميله جدا وبيستهروا بالاكل الحار. طب هي الهند فيها الاكل الحار بس ما فيهاش حاجه تانية؟ قال لي لا طبعا، لو حبينا نتكلم عن الهند هنلاقي ان بلد الهند دي اول حاجه لازم اعرفها انها مش في نفس القاره بتاعتنا. الهند في قاره اسمها قاره اسيا. احنا عارفين طبعا ان العالم بينقسم لبلاد، وكل مجموعه بلاد موجودين جوه حاجه كبيره اسمها قارة. احنا مثلا مصر موجودة في قارة اسمها قارة افريقيا، الهند موجودة في قارة اسمها قارة اسيا.
طيب هي بس موجودة في قارة آسيا، طب هما بيتكلموا عربي زينا؟ قال لي لا طبعا، ده بيتكلموا اللغة الإيه؟ اللغة الهندية. يبقى الهند عندهم لغة غيرنا، عندهم عايشين في قارة غير القارة بتاعتنا. ايه كمان؟ قال لي ان دولة الهند دي هو مش بس اكل فيها الطعام الحار، هو اكيد زار المعالم السياحية اللي موجودة فيها. طب ايه هي اشهر المعالم السياحية الموجودة في الهند؟ قال لي اشهر حاجة الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا دي، اشهر حاجة في الهند ضريح، اسمه ضريح تاج محل. يعني ايه ضريح؟ يعني المكان اللي بيدفنوا فيه حد ميت بيبقى اسمه ضريح. والمكان دوت كان فيه يعني ملك عظيم جدا، زوجته اسمها تاج محل، لما ماتت عمل لها الضريح الجميل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، مبنى عظيم جدا الناس بيجوا من كل بلاد العالم عشان يزوروا الضريح دوت اللي هو عمله وفاء لزوجته. يبقى في الهند اكل سالم الطعام الحار، دي اهم معلومة اعرفها عنه، ان هو لما راح الهند اكل الطعام الحار. طيب تعالى نشوف بعد كده راح ايه تاني. بعد ما ساب الهند راح على فين؟ راح فرنسا. أما في فرنسا أكل خبزا وزبدا. لما راح فرنسا سألهم طب هي فرنسا بتشتهر بأكل إيه؟ قالوا له ده أشهر حاجة عندنا هنا العيش، الخبز الفرنساوي والزبدة، بيعملوا أحلى زبدة في فرنسا، فطبعا كان لازم يدوقهم. يبقى احنا عرفنا إن فرنسا بتشتهر بإيه؟ بتشتهر بالخبز والزبد. طب هو بس اكل هناك؟ لا، قال لي برضو فرنسا دي لازم اعرف عنها شويه حاجات. فرنسا برضو موجوده في قاره غير القاره بتاعتنا، طب موجوده في اسيا زي الهند؟ قال لي لا، دي فرنسا دوله من دول قاره اوروبا. طب بيتكلموا لغه ايه؟ اللغه الفرنسيه. في مننا كتير واخد الفرنش بندرسه عندنا في المدرسه، وعارفين ان دي لغه تانية غير اللغه العربيه وغير اللغه الانجليزيه. يبقى في فرنسا بيتكلموا اللغه الفرنسيه وعايشين في قارة أوروبا. طب هي أشهر المعالم بتاعتهم إيه؟ قال لي أشهر حاجة معروفة في الهند، بصوا الرسمة اللي قدامنا دي بنلاقيها ساعات كتير على التيشيرت اللي احنا بنلبسها وعلى الشنط بتاعتنا، ده اسمه برج إيفل. يبقى أشهر معالم فرنسا برج إيفل. طبعا سالم مش هيفوت الفرصة دي، طالما راح فرنسا لازم يزور إيه؟ برج إيفل. طب أكل إيه في فرنسا تاني مهم جدا؟ خبزا وزبدا. أكل إيه في فرنسا؟ خبزا وزبدا. طب راح فين بعد كده؟ بعد ما ساب الهند طلع على لبنان. بعد ما ساب فرنسا طلع على لبنان. طب هي لبنان دي في قارة ايه؟ قال لي لبنان دي في نفس القارة اللي فيها الهند، تبقى قارة ايه مين فاكر؟ برافو عليكم، قارة اسيا. لبنان في قارة اسيا. بس احنا لازم نعرف حاجة مهمة قوي، ان لبنان من الدول اللي بتتكلم زينا اللغة الايه؟ العربية. يبقى لبنان شبهنا شوية، دي دولة عربية زينا بالظبط. مش كل الدول العربية موجودة في قارة أفريقيا، في مجموعة من الدول العربية في قارة آسيا وفي مجموعة من الدول العربية في قارة أفريقيا. لبنان في آسيا لكن بيتكلموا عربي زينا، وعندهم كمان زينا بالظبط، الديانات اللي عندهم مسيحية وإسلامية زينا بالظبط. خلاص يبقى في لبنان. طب أكل إيه في لبنان بقى؟ قال لي في لبنان أكل حمصا وزيتا، اكل حمص واكل زيت، بيشتغلوا بالحمص والزيت. بياكلوهم ازاي بقى؟ بص الصوره اللي عندي كده، عندهم طريقه معينه بياكلوا بيها، بيجيبوا العيش ويحطوا جواه حاجه كده عاملينها بالعجين، يحطوا جواه الزيت وينقعوا فيه الحمص وياكلوه، دي اكله مشهوره عندهم في لبنان. طب بص كده الصور اللي عندي، بص لبنان العلم بتاعها مرسوم عليه ايه؟ مرسوم عليه شجره، عارفين الشجره دي اسمها ايه؟ لا دي مش شجرة الكريسماس، دي شجرة اسمها شجرة الأرز. دي أشهر حاجة مشهورين بيها في لبنان شجر الأرز، وكمان مشهورين بجبال لبنان، شايفين الجبال المليانة جليد دي؟ مشهورين بيها، الناس بيجوا من كل دول العالم علشان يزوروا لبنان ويطلعوا الجبال الجليد دي ويتفرجوا عليها ويتصوروا هناك. طبعا أكيد سالم زار الأماكن دي كلها. يبقى أكل إيه في لبنان؟ حمصا وزيتا. أكل إيه في لبنان؟ حمصا وزيتا. طيب قال لي ايه بعد كده بقى؟ يحب سالم ان يسافر ويتعرف اكلات البلاد. انا عرفت كده من الحكايه اللي حكاها لي عن سالم دي، انه بيحب حاجتين، بيحب يسافر وبيحب يتعرف على الاكلات اللي بيشوفها في كل بلد. هي هوايه عنده كده يزور البلاد ويتعرف على الاكلات بتاعتها. تعالى بقى كده بعد ما قرانا الدرس بتاعنا نشوف المفردات اللي جت في الدرس. أول حاجة في قاموس الكلمات بتاعتي هشوف الكلمة وجمعها.
اول كلمة عندي في عنوان الدرس كانت المغامر. طب مين شاطر يقول لي بقى مغامر ومغامر ومغامر يبقى جماعها ايه؟ برافو، المغامر المغامرون، ودي تمشي معايا بالظبط على القاعدة اللي احنا اخدناها في الفصل الدراسي الاول لما قلنا ان اي كلمة مذكر لما اجمعها بحط اخرها برافو، واو ونون، يعني مهندس مهندسون، عالم عالمون، اي حاجة بقى، مهندس مهندسون، معلم معلمون. المغامر جمعها ايه؟ المغامرون، المغامر المغامرون. طب جمع بلد وبلد 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 يبقوا ايه؟ بلاد، بلد بلاد. طب جمع وجه 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 يبقوا ايه؟ وجوه. طب جمع طعام اخدناها في الترم الاول في الفصل الدراسي الاول، جمع طعام اطعمه، جمع طعام اطعمه، وركز فيها كويس اخرها تاء مربوطه. يبقى نقرا تاني كلمه وجمعها، المغامر المغامرون، بلد بلاد، وجه وجوه، جمع طعام اطعمه. طب تعالى بقى نشوف الكلمة ومضادها، وأخدنا قبل كده مع بعض برضو في الفصل الدراسي الأول لما أشوف كلمة مضاد يعني عكس، مضاد يعني عكس، وبعمل فوقيها إكس، مضاد يعني عكس وبعمل فوقيها إكس، إكس يعني بجيب عكس الكلمة. طب واسع، حاجة واسعة قوي، بلاد العالم الواسع، لو ما كانش العالم واسع كان هيبقى إيه؟ ضيق، عكس الواسع الضيق، الواسع الضيق. طب باسم، عكس باسم يعني بيضحك كده مبتسم وشه بشوش، طب عكسها واحد مكشر، هكتب مكشر؟ لا، قال لي عكس كلمة باسم عابس، باسم عابس، باسم عابس. بعد كده عندي كلمة يسافر، واحد بيسافر، عكسها واحد تاني ايه؟ رجع من السفر، يبقى عكس يسافر يرجع او يعود، يسافر يرجع أو يعود، يسافر يرجع أو يعود. طب الحار، عكس الحار إيه؟ حار يعني حراق كده خالص. طب لو أنا مش بحب الأكل الحراق هقول لماما أنا بحب الأكل الإيه؟ البارد، اللي مش حراق. الحار عكسها البارد، الحار البارد. طب عكس يحب، حاجة بحبها أوي عكسها حاجة إيه؟ بكرهها، مش بحبها. عكس يحب يكره، عكس يحب يكره. تعالى بقى نشوف مع بعض ايه الاسئله اللي ممكن تجيلي على درس المغامر سالم. احنا هنقول مع بعض السؤال وانت فكر في الاجابه من خلال الشرح اللي انا قلته. اول سؤال عندي بيقول لي اين يسافر المغامر سالم؟ اتفقنا مع بعض قبل كده، انا لما يجيلي سؤال استفهام بيقول لي اين يسافر المغامر سالم، اين دي اداه استفهام مش كده؟ معنى ان هي اداه استفهام يبقى لازم اول حاجه هفكر فيها هي بتسال عن ايه، هي اين دي بتسال عن ايه، عايزني اجاوب اقول ايه، اقول مكان ولا زمان ولا وقت ولا اسم شخص، هي بتسال عن ايه بالظبط. قال لي لازم اتعلم حاجه مهمه قوي، ان اين معناها فين، اين يعني فين، اين يعني فين، فين بيسافر المغامر سالم. تعالى كده نشرح لبعض السؤال، انا لازم لما اقرا سؤال في الامتحان اشرحه لنفسي عشان اقدر اجاوب عليه مظبوط. هو هنا بيقول لي اين يسافر المغامر سالم، بيروح فين؟ افتكر كويس هو قال لي ايه في الدرس، يسافر المغامر سالم، برافو عليكم، الى بلاد العالم الواسع. شطار، برافو عليكم، انتوا كده فاكرين كويس الدرس بتاعنا. يسافر المغامر سالم الى بلاد العالم الواسع، مش هقوله بقى بيروح الهند وبيروح لبنان، هو كده كده بيزور كل بلاد العالم وبيتنقل بين البلاد، لكن هو ذكر لي ثلاث بلاد كمثال على البلاد اللي هو راحها، لكن هو بيروح فين؟ بيسافر الى بلاد العالم الواسع. تعالى نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي كيف يقابل سالم الناس؟ هبص الاداه الاستفهام اللي عندي واسالها، وانت بتسالي عن ايه؟ انت اسمك كيف، كيف يعني ازاي، قول معايا يلا، كيف يعني ازاي، كيف يعني ازاي، ازاي بيقابل الناس، بيقابلهم ازاي، هو عامل ازاي. بصي كده بيقابل الناس ازاي، يقابل سالم الناس بوجه باسم، يقابل سالم الناس بوجه باسم، بيقابلهم وهو مبتسم. هو ده بيبقى شكله لما بيقابلهم، بيكون ايه؟ مبتسم، برافو عليك. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي ماذا اكل سالم في الهند؟ افتكر كده معايا بالظبط، هو لما راح الهند لقاهم مشهورين باكل ايه؟ فكر كده معايا، برافو عليكم، الطعام الحار.
شطار. أكل سالم في الهند الطعام الحار. بياكل في الهند إيه؟ الطعام الحار، وده الأكل اللي هم مشهورين بيه. السؤال اللي بعده بيقول لي ماذا أكل سالم في فرنسا؟ أكل إيه في فرنسا سالم؟ أفتكر كده هم مشهورين بإيه؟ آه العيش بتاع فرنسا، عرفنا إن هو كويس جدا، عيش حلو، ومشهورين إن هم بيعملوا زبدة كويسة، خبزا وزبدا. وكمان لازم أخد بالي من أداة الاستفهام ماذا، دي بتسأل عن إيه، ماذا يعني إيه، ماذا يعني إيه، ماذا يعني إيه، أكل إيه في فرنسا؟ هقول له أكل إيه؟ الخبز والزبد. أكل سالم في فرنسا خبزا وزبدا. السؤال اللي بعده، ماذا أكل سالم في لبنان؟ أفتكر كده مع بعض، إحنا قلنا في لبنان مشهورين بأكلة بيحبوا ياكلوها، إيه؟ بيجيبوا الحمص ويحطوه في الزيت وياكلوه، يبقى حمصا وزيتا. أكل سالم في لبنان حمصا وزيتا. أكل سالم في لبنان حمصا وزيتا. أنا نشوف السؤال اللي بعده، آخر سؤال بيقول لي ماذا يحب المغامر سالم؟ سالم بيحب إيه؟ قلنا ماذا يعني إيه؟ هو في آخر الدرس بتاعي، وحتى لو هو ما كانش قال لي أنا كنت أكيد هعرف، هو دلوقتي سالم ده بيحب إيه؟ بيحب يسافر وبيتعرف على الأكلات الجديدة بتاعة البلاد، يبقى يحب سالم أن يسافر ويتعرف أكلات البلاد. طب بصي كده السؤال اللي بعده بقى، عايز يعرف أنا فهمت كويس مين هو المغامر ولا ما فهمتش. بيقولي من هو المغامر؟ مين هو المغامر؟ بص الإجابة بتاعتي، المغامر هو شخص يحب السفر والاستكشاف. آه أنا اتعلمت النهاردة حاجة جديدة من الدرس ده، غير إني اتعلمت بلاد جديدة وعرفت بلاد جديدة وعرفت حاجات ما كنتش أعرفها، كمان عرفت شخصية اسمها المغامر. مين هو المغامر؟ كلنا بنحب نتفرج في التلفزيون على المغامرين، لو كنا شفنا فيلم أب، الفيلم ده بيتكلم عن الولد اللي كان بيحب المغامرة، كان نفسه يكون مغامر ويطلع قمة إيفرست، مش كده؟ المغامر هو الشخص اللي بيحب السفر والاستكشاف، مش سفر بس، يسافر ويتعرف على حاجات جديدة، يستكشف حاجات جديدة، فده بسميه المغامر. يا رب يكون درس المغامر سالم عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.